بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بنحتفل الأيام ديت بأسبوع الآلام وصلب ربنا يسوع المسيح، وعشان كده اخترت ليكم آية أو 3 آيات، منهم آية جت في عبرانيين 5:7 يقول فيها بولس الرسول عن المسيح الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. الآية دي جت في عبرانيين 5:7، وبيستخدمها البعض علشان يقول هل كان المسيح يخاف من الصليب؟ هل المسيح ما كانش عايز يتصلب؟ وبرضه بيستخدموا الآية اللي قالها المسيح في بستان جسيماني لما أثناء صلاته قال ليتك تعبر عني هذه الكأس، وقال برضه فيها لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فهل كانت إرادته غير إرادة الآب؟ وهل المسيح كان يخاف من الصليب ومش عايز يتصلب؟ بالطبع لأ. ربنا يسوع المسيح اتصلب بكامل إرادته وحريته، وهو قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. المسيح أعلن مسبقا للتلاميذ كل تفاصيل الصلب، فلو كان هو خايف من الصليب ما كانش قدر يعلن الإعلانات دي بالتفاصيل دي. إحنا بنخاف من الموت لأننا مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد الموت، أما المسيح فكان عارف كل تفاصيل الصلب وعارف أنه بعد الموت ب3 أيام هيقوم من الموت، وأعلن الكلام ده كله للتلاميذ بتفاصيل كتير، فما نقدرش نقول أنه هو كان خايف من الصلب. بولس الرسول يقول لننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. إذن كان المسيح بينظر للصليب أنه السرور الموضوع أمامه، اللي لما قال للتلاميذ أني جئت لهذه الساعة يقصد ساعة الصليب، ولكنه كان القدوس الكلي الطهارة. والخطية بالنسبة للقدوس، تخيلوا لما الخطية بالنسبة للإنسان العادي تبقى شكلها تقيلة ومحزنة، مبالكوا بقدوس القديسين الله القدوس، كانت الخطية بالنسبة له لكي يحملها حاجة تتنافى مع طبيعته، ولكنه قبل ذلك لأجل أن يخلصنا. فعلشان كده قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، لأنه تألم لما شاف شكل الخطية، وتألم لما شاف حال البشرية في هذا الوضع. ولما صرخ على الصليب وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، كان بيشاور على المزمور 22 اللي موجود فيه نبوات كتيرة. في المزمور دوت بتتكلم عن تفاصيل صلب المسيح، فأراد أنه يوضح كأنه بيقول لليهود روحوا اقروا مزمور رقم 22، وعشان يوضح كمان قد إيه حالة الإنسان وشقاوته إن كان الله يحجب وجهه عن الإنسان. فعشان كده صرخ نيابة عنا، صرخ نيابة عن البشرية كلها، بيتألم نيابة عنا ويحمل الصليب عوضا عنا، أعطانا الخلاص. لم يكن المسيح يخاف من الصليب، ولكنه أحبه وصلب وهو بسرور لأجل أن يخلص البشرية التي افتداها. وقال القديس يوحنا في إنجيله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. كل سنة وانتم طيبين، ربنا المجد دائما أبدين آمين.